حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة السؤال وردنا عن قصة سيدنا موسى وعلاقة هذه القصة بالخوف. لماذا نجد أن عبر قصة سيدنا موسى يذكر الخوف كثيرا في القرآن أيها الأحبة؟ يعني نحن لا نعلم نبيا ذكر معه عبارات الخوف أكثر من سيدنا موسى. طبعا اسم موسى أيها الأحبة ذكر 136 مرة في القرآن كله، وهو أكثر اسم لنبي ذكر في القرآن، 136 مرة. هذه 136 مرة موزعة على 34 سورة، يعني تقريبا أكثر من ربع سور القرآن ذكر فيها اسم سيدنا موسى عليه السلام. ولكن الذي يهمني الآن في هذا البحث، لماذا الخوف؟ طبعا أيها الأحبة، أنا عندما بحثت في البرنامج، برنامج إحصاء القرآن، عن الآيات التي يعني يذكر فيها اسم موسى مع الخوف، تفاجأت الحقيقة. هناك 8 آيات في القرآن ذكر الخوف مع اسم سيدنا موسى. طبعا السبب ذلك أيها الأحبة أننا أمام نبي كريم، وكان لديه مشاكل في النطق، يعني ربما لا يستطيع أن يلفظ أو يفصح عما في داخله بطريقة بينة، فكان هارون عليه السلام أخو موسى أكثر فصاحة وأكثر تبيانا. هذا النبي الكريم موسى عليه السلام الذي لم يكن يمتلك تلك الطلاقة في اللسان، والحقيقة هو تربى في قصر فرعون، وفرعون أخذه من اليم من النهر ورباه في القصر. الحقيقة هذا النبي الكريم سيدمر ذلك الملك الظالم فرعون، على الرغم من أن سيدنا موسى كان ضعيفا، كان وحيدا هو وهارون، وفرعون كان أقوى رجل في العالم في ذلك الزمان، لدرجة أنه لم يستطع أحد ولم يتجرأ أحد أن يتكلم كلمة مع فرعون. قال أنا ربكم الأعلى، فيعني كان لديه قوة ضاربة، لديه جنود، عدد هائل من الجنود، ولديه اختراعات التحنيط، بناء الأهرامات، بناء الصروح، كان يمتلك حضارة قوية وتكنولوجيا متطورة أيضا، لأن بناء الأهرامات ليس بالأمر السهل، ليس من الضروري أن يكون فرعون هو الذي بناها، ولكن الذي كان يعني يمسك بملك مصر في ذلك الوقت كان أقوى رجل في العالم. هذا فرعون الطاغية ادعى أنه إله وتكبر، فتصوروا أن هذا الرجل لديه أقوى جيش وأقوى اقتصاد من خلال قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما يعجز الأقوياء عن حمل مفاتيحها. تصوروا، كان قارون يمد فرعون بالمال ولديه الجنود ومعه هامان أيضا المخطط العسكري والمسؤول عن يعني المستشار، يعني مستشاره بمرتبة مستشار، فحتى إنه تحدى الله عز وجل، يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. تصوروا كل هذا التكبر والعنف والقوة من جهة، ولدينا شخص واحد ضعيف هو سيدنا موسى، ليس معه أحد ولكن معه الله، رب هارون ورب موسى ورب فرعون ورب جنود فرعون ورب قارون كان مع سيدنا موسى. طبعا قصة موسى أيها الأحبة هي الأكثر تكرارا في القرآن كما أعتقد، لأنها تتضمن معظم مواقف حياتنا التي يمكن أن نتعرض لها. يعني أنت قد تواجه إنسان ظالم، فيجب أن تستيقن أنه إذا كان الله معك فلو اجتمع الكون كله لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكما أن سيدنا موسى نصره الله على فرعون وجنوده، أيضا من الممكن أن ينصرك الله فلا تيأس. كما أن الله عز وجل أورث بني إسرائيل الكنوز وأورثناهم، يعني أورثهم الله جنات وكنوز وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ورثوا هذه الكنوز من دون جهد بمعجزة فقط. من الذي قام بها؟ سيدنا موسى. فأمام هذا لابد أن يخاف، من المنطقي أن يخاف، أن يذكر الخوف كثيرا مع ذكر سيدنا موسى. يعني مثال، عندما انقلبت العصا ثعبانا فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا الموقف طبعا لما جاء السحرة واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، ورأى سيدنا موسى هذه العصي والحبال تتحول إلى ثعابين، طبعا هي خداع بصر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف على الدعوة، على دعوته، لأنهم جاءوا بشيء مثل الذي جاء به، يعني هو يرمي العصا فتنقلب ثعبانا حقيقيا، وهم رموا العصي فانقلبت ثعابين ولكن غير حقيقية، فخاف على الدعوة فأوجس في نفسه خيفة موسى. إذن هذا موقع ذكر فيه الخوف مع سيدنا موسى. الموضع الثاني، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخاف أن يدركك أو يلحق بك فرعون، لا تخاف. مع العلم أن سيدنا موسى كان أعزل، ليس معه سلاح، ليس معه قوة، ومعه بني إسرائيل، معه بنو إسرائيل، والبحر من أمامه وفرعون من خلفه. في هذا الموقف قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يئسوا من الله عز وجل، ولكن موسى عليه السلام كان قوي الإيمان، وهكذا ينبغي أن نكون أيها الأحبة. حتى لو اجتمعت كل أسباب الدنيا عليك وكلها تؤكد أنه لابد أن يصيبك هذا الضر، يجب أن تثق أن الله تعالى قادر على أن ينجيك من هذا الضر. حتى لو اجتمع أطباء الدنيا وأكدوا أن مرضك لا علاج له، يجب أن تثق أن الله قادر على أن يشفيك إن شاء، إن كان لك عمر. فهنا كان سيدنا موسى خائفا، فقال له الله لا تخاف دركا ولا تخشى، دركا يعني أن يدركك فرعون أو يلحق بك أو يقبض عليك أو يصل إليك. طيب، عندما ناداه الله سبحانه وتعالى
ماذا قال له في وادي الطور بسيناء؟ وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إذن في هذا الموقف أيضا خاف سيدنا موسى، سبحان الله. طيب، حتى أم موسى كانت تخاف، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، في النهر أو في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إذن أم موسى كانت تخاف. أيضا سيدنا موسى عندما قتل ذلك الرجل العدو له، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أيضا خاف وخرج، ولكن هذا الخوف أنقذه من بطش فرعون، فخرج إلى الرجل الصالح سيدنا شعيب، وتزوج إحدى بناته، ومكث 10 سنوات، وتعلم منه الكثير قبل أن، يعني كانت هناك فترة استعداد نفسي وعلمي واجتماعي لمواجهة هذا الطاغوت المسمى فرعون. فالله هنا يريد أن يقول لك لا تستعجل على الأحداث. فرعون يذبح الأبناء ويقتل الناس، والله تعالى يقول لأم موسى فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني، فلا تخافي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فكذلك أخي الحبيب ينبغي ألا تخاف. كأنني أرى في قصة موسى علاجا للخوف، علاجا لمخاوفنا. إذا كنت تشعر بالخوف اقرأ قصة موسى في القرآن تطمئن، لأنها مليئة بالخوف. وعندما تقرأ هذه الأحداث وكيف أن الله في كل مرة ينجي سيدنا موسى، كل مرة ينجيه وينجي بني إسرائيل، ينجي المؤمنين، ينجي الصالحين، تهدأ وترتاح وتعلم أن الله قادر على أن ينجيك، ولكن بشرط أن تخاف هذا الإله العظيم. حتى الخوف ذكر مع فرعون، سبحان الله. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني تصوروا أن فرعون هذا الطاغية كان خائفا من موسى، كان مرعوب منه، لأنه يعلم حقيقة أنه مرسل من الله، وكان يخشى على زوال ملكه ويخشى على نفسه، ولكن الكبر منعه والظلم. لذلك قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها، جحدوا بهذه المعجزة وبآيات الله، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن ظلموا أنفسهم وعلوا في الأرض، استكبروا. الخلاصة أيها الأحبة، الخوف ذكر كثيرا في قصة سيدنا موسى لأهداف متعددة. أنا أركز هنا على الجانب التعليمي الذي يفيدنا. قصة موسى علاج للخوف. إذا كنت تخاف اقرأ قصة سيدنا موسى من القرآن. والقصة تكررت كثيرا في مواضع تجدها طويلة، في سورة البقرة مثلا، الأعراف، في سور طويلة، وهناك سور تجد عدد من الكلمات فقط تلخص لك، مثل سورة النازعات وغيرها، تجد بكلمات قليلة لخصت لك القصة كاملة. فكأن الله يريد أن يقول لنا لا تخافوا،
الذي أنجى فرعون لا عفوا الذي أنجى موسى من فرعون قادر أن ينجيك أيها المؤمن، الذي جعل هؤلاء المستضعفين بني إسرائيل يرثون ويصبحون أئمة ويصبحون ظاهرون فوق عدوهم قادر على أن ينصركم، ولكن لا تعجلوا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ولكن اهدأوا، والله تبارك وتعالى يعني يمكنكم في الأرض، ولكن القضية تحتاج إلى إيمان. قصة موسى مليئة بالصبر. يا قومي اتقوا الله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تعلمنا الصبر، تعالج مخاوفنا. إذا كنت تخاف من موقف ما، اقرأ قصة موسى، تهدأ نفسك وتتخيل أن هذا الإله العظيم الذي أنجى موسى على الرغم من ضعفه وعلى الرغم من يعني لم يكن يمتلك تلك القوة في الفصاحة، فالله عز وجل أنقذه ورفع، بل كلمه. تصوروا، وكلم الله موسى تكليما. فهذا الإله العظيم سينظر إلى ضعفي وقلة حيلتي ويمكن أن يذكرني، لأن الله تعالى يقول كما خاطب بني إسرائيل: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإذا والله أيها الأحبة، هذه القصة مليئة بالعبر، مليئة بالطمأنينة، مليئة بالقوة، تمنحك قوة خاصة عند قراءتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.